طالب وللإيمي ديكلينيشن لأنه موضوع كومن وعند ناس كتير. كرايم كسبرت وايت ميديا ادينا هنت سريع عنها المحاضرة اللي فاتت. لو أنا رسمت الميدل إير كليفت لاترال فيو كان الشكل ده، ده كده السكال بيز، دي كده الماستويد، دي كده الميدل إير كافيتي، دي كده الأوستيكيان تيوب، تمام؟ قلت لك المرة اللي فاتت إيه؟ لو حصل انفلاميشن في الميكوزا لايننج وفي ذا ميدل إير كليفت ميكوزا لايننج بس، يبقى دي اسمها أكيوت أوتيتس ميديا، وده تملي الديوريشن بيبقى أقل من 3 أسابيع. لو الميكوزا الانفلاميشن ده اتساب وصل للبريوستيال لايننج اللي هو الاندوستيال لاير، بقى الانفلاميشن في الميوكوزا والبريوستيا ميكو بريوستيال لايننج وفي ميدل اير كليفت بقى اسمه كرونيك سابريت اوتايتس ميديا، وده غالبا الباص بقى له فتره فخرم الطبله ونزل وبالتالي في اير ديستشارج. طيب ايه رايك بقى لو الميكو بريوستيال انفلاميشن ده اتساب راح عامل انفيجن للبون، تعدى حدود العظم بتاع الميدل اير كليفت، او دخل جوه العظم عمل انفلاميشن ماستويدايتس، دخل جوه الانتراكرينيال كافيتي عمل برين ابسس مننجايتس لاترال سنا ثروموفلوبا، يبقى لو تعدى حدود الميكو بريوستال لايننج يبقى اسمه كومبليكيشنز، يبقى انا عندي ثلاثه جريدز اوف انفكشن. لو الانفلاميشن في الميكوزا بس اكيوت اوتايتس ميديا، لو ميكوزا وبريوستيام كرونيك سابريت اوتايتس ميديا. الاكيوت الديوريشن بتاعه اقل من 3 اسابيع، الكرونيك الديوريشن بتاعه اكتر من 3 شهور، كلام الباثولوجي بتاع السنه اللي فاتت. ما بين 3 اسابيع و3 شهور ده بيسموه سب اكيوت، يعني ما عندناش في الاي ان تي حاجات سب اكيوت كتير. بعد كده لو تعدى حدود البريوستيال ليميت يعني وصل للعظم ماستويدايتس، عدى حدود العظم انتركرينال كافيت مننجايتس برين ابس، يبقى كومبليكيشن. طيب تعالى بقى فهمني موضوع كرونيك سابريت اوتايتس ميديا ده لوحدي، انت قلت لي كده كلام ان جنرال ببطء شديد جدا، ده كرونيك انفلاميشن في الميكو بريوستال لايننج اوف ذا ميدل اير كليفت اللي هم الثلاث حاجات اوستيكيان تيوب ميدل اير كافيتي وماستويد اير سيلز، لان الميكوزا بتاع الثلاثه واحد، الميكو بريوستال لايننج واحد، كاركترايزد باي بيرفوريشن اند ديستشارج. يعني ايه؟ يعني الايره اهي اوريكل اكسترنال كانال تمبانيك ممبرين لازم يكون مخروم، وبعدين ميدل اير كافيتي اوستيكيان تيوب، وهنا الانر اير في باص، هنا مش اسمها سابرتيف يبقى في باص، ما هي لو كانت نون سابرتيف ما كانش في باص في الميدل اير كافيتي، يبقى في باص في الميدل اير كافيتي، وطالما في باص يبقى خرم الطبله جاب ديستشارج. بقول لك الديستشارج يا اما انترميتنت يا اما بيرزيستنت على حسب نوع الكرونيك سابرتيف اوتايتس ميديا. كرونيك سابرت اوتايتس ميديا عندنا نوع انترميتنت ونوع بريزيستنت، نوع سيف ونوع ان سيف زي ما هنقول كمان شويه، تمام؟ يبقى ملخص الموضوع الميدل اير كليفت في باص، الاصفر اللي انا برسمه ده الباص خرم الطبله طلع من الاكسترا كانال بقى اسمه افرازات او ديستشارج، يعني العين ده هيجي لك بديفنس وديستشارج وما فيش ديفنس من غير تينيتس، يبقى ديفنس تينيتس ديستشارج، تمام؟ طيب يعني ايه يا دكتور الكرونيك سابرت اوف اوتايتس ميديا نوعين؟ سيف وان سيف، سيف وان سيف. سيف يعني امن، ان سيف يعني غير امن. سيف يعني امن، يعني ايه؟ ليس لايبل تو بريديوس كومبليكيشن، علشان كده سموه سيف. اما ان سيف لا غير امن، مور لايبل تو بريديوس كومبليكيشن، وعلشان كده سموه ان سيف. طيب الاسم الثاني للسيف ايه؟ تيوبو تمبانيك. يعني ايه تيوبو تمبانيك؟ يعني طلع من التيوبو اللي هي الاوستيكيان تيوب للتمبانيك كافيتي. ياه، اصلا نسيت اقول لك على حاجه، ان الكرونيك سابرت اوتايتس ميديا السيف اصلا كانت اكيد اوتايتس ميديا عاديه جدا وما اتعالجتش كويس، او الاميونيتي بتاع العين واطيه فقلبت لكرونيك، يعني هي كانت اكيوت. طب والاكيوت طلعت منين؟ طلعت من الاوستيكيان تيوب. يبقى اذا طلعت من الاوستيكيان تيوب على الميدل اير يبقى اسمها تيوبو تمبانيك، يبقى السيف في الاصل كانت اكيوت وما اتعالجتش كويس، تمام؟ قلبت لكرونيك، علشان كده بيسموها تيوبو تمبانيك. والاسم الثالث بتاعها يعني هي سيف او تيوبو تمبانيك، الاسم الثالث بتاعها ميوكوزال تايب. ميوكوزال تايب لانها بتأفكت الميوكوزا والبريوستيام بس، ميوكوزا وبريوستيام فقط بتاع الميدل اير كليفت، ما بتعملش بون ايروجن
وعلشان كده اسمها ميوكوزال تايب. يبقى السيف تايب اسمها سيف ليه؟ لانها امن. طب وهي امن ليه؟ لانها ميوكوزال تايب، ما بتعملش ايروجن للبون. ميوكوزا هنا تعني ميوكوزا وبريوستيوم معايا، واسمها الثالث تيوبوتمبانيك، وبالتالي الكاركتر بتاعها بتأفكت الميوكوزا اوف ذا ميدل اير كليفت. ما انا قلت لك ميوكوزال تايب، وعلشانها ميوكوزا مش عامله انفيجن للبون، مش عامله ايروجن للبون، يبقى ليس لايبل تو بريديوس كومبليكيشن. تمام؟ يبقى السيف كانت في الاصل اكيوت اوتايتس ميديا وما اتعالجتش، قلبت لكرونيك. تمام؟ وعلشان كده اسمها تيوبو تمبانيك، وعلشان كده هي سيف. طيب نيجي بقى للانسيف. الانسيف بقى اسمها انسيف ليه؟ لانها مور لايبل تو بريديوس كومبليكيشن. طب ومور لايبل تو بريديوس كومبليكيشن ليه؟ لانها بتعمل ايروجن للبون، وعلشان كده اسمها بوني تايب. بوني تايب. تمام كده؟ طيب اسمها الثاني او الثالث اتيكو انترال. اذا كان السيف اسمها تيوبو تمبانيك، هو ده التمبانيك كافيتي وده الاستيكال تيوب. بدات انترو انفيريور تيوبو تمبانيك، لانها السيف كانت اصلا نزلت برد وقلبت لاكيوت، والاكيوت اتساب بقى كرونيك. اما الانسيف اسمها عكس خالص السيف. اذا كانت السيف تيوبو تمبانيك من قدامه تحت، العكس بتاعها ايه؟ ورا وفوق. تيوبو تمبانيك اتيكو انترال. يعني ايه اتيكو انترال؟ يعني بتافكت الاتيك، الاتيك اهو فوق خالص والانترام ورا المسطوره انترام. يبقى اذا اسمها اتيكو انترال، يعني السيف بدات هنا تيوبو تمبانيك قدام، والانسف بدات فوق ورا. اتيكو انترال، اتيكو انترال. ده الماستويد انترام اهو اللي انا برسم اللي انا ظللته بالاحمر ده. تمام؟ ودي الاتيك اللي انا ظللتها دي. تمام؟ يبقى اذا الانسف اسمها اتيكو انترال عكس تيوبو تمبانيك. سبحانك يا رب. وعلشان كده سبحان الله البرفوريشن في الاول، بص بيكون في السيف انترو انفيريور اهو ده البرفوريشن، بينما في الانسيف بوسترو سوبيريور، لان هو بدا فوق ورا يبقى بوسترو سوبيريور. اسمها انسيف ليه؟ بتقرض البون وبالتالي تعمل برين ابسس مننجايتس وهكذا ماستويدايتس. تمام؟ وعلشانها بتقرض البون مور لايبل تو بريديوس كومبليكيشن فسميناها انسيف. اسمها الاشهر فالاشهر فالاشهر كوليستياتوما. كوليستياتوما يعني ايه كوليستياتوما؟ اول واحد اكتشفها كان فاكرها تيومر فسماها اوما، ولقاها مليانه كوليسترول كريستال فسماها كوليستياتوما. لكن طبعا الاسم ده مش تيومر، الاسم ده غلط، مش شرط تحتوي على كوليسترول، ممكن او لا ومش تيومر. تمام؟ يبقى اذا الانسيف لها اربع اسماء. اولا انسيف لانها بتقرض البون، ثانيا بوني تايب لانها بتقرض البون وعلشان كده انسيف، ثالثا اتيكو انترال لانها بدات فوق ورا في الاتيك والانترام، رابعا كوليستياتوما. تمام؟ هي نفس الاسم بتاع الانسيف اسمها كوليستياتوما. السيف سيف لانها بدات من قدام وتحت ميوكوزال تايب، وعلشانها ميوكوزال ليس لايبل تو بريديوس كومبليكيشن. طولنا في الحته دي علشان افهمك الفرق بين الاثنين. نيجي بقى نرسم بسرعه الفرق بين السيف والانسيف. بص بقى الميدل اير كليفت اهو تاني، انا بعيد وازيد فيها. الميدل اير كليفت اهو تاني، دي السكال بيز، دي الماستويد، دي الميدل اير كافيتي، وده الاستيكان تيوب. السيف بدات هنا تيوبو تمبانيك، يعني ارسم لي الاستيكان تيوب دي تحت شويه اهو. بص بقى اهو ماشي. السيف الجزء المتظلل ده هو اللي انفليمد، وبالتالي البرفوريشن هتلاقي هنا. ده السيف تيوبو ستيكن تيوب تمبانيك كافيتي. تمام؟ وعلشان كده البرفوريشن تملي تلاقيه هنا ميوكوزال تايب او سيف. اما الانسيف اللي انا هظلله بالاصفر هنا بوستر سوبيريور اتيكو انترال، وعلشان كده البرفوريشن تلاقيه هنا. تمام كده؟ وبس دي الانسيف دي بتقرض البون وبالتالي مور لايبل تو بريديوس كومبليكيشن. طيب نيجي بقى للسيف تايب اللي هي تيوبو تمبانيك تايب. الجزء اللي متظلل بالاحمر ده هو اللي انفليمد اهو، احمر احمر احمر
هنا اقل حمارا الحته دي. خلي بالك الانسب العكس، هنا اكثر حمارا وهنا اقل، لان السيف اسمها تيوبو تمبانيك. زي ما انا قلت لك، انا نسيت اقول لك ان السيف كانت اصلا اكيوت اوتايتس ميديا، ما اتعالجتش، قلبت لكرونيك سايبرت اوتايتس ميديا. طب امتى يا دكتور الاكيوت اللي هي الديوريشن بتاعه اقل من 3 اسابيع لو اتساب يقلب كرونيك؟ انا عندي تراياد لعلاج اي مرض. ايه هو التراياد؟ عيان داخل لك عيادتك، انا تعبان يا دكتور، هيخف بعد مشيئه ربنا طبعا نتيجه لثلاثه فاكتور. اولا العلاج اللي اديته له اديكويت ومظبوط وسفيشنت ولا لا وكويس. ثانيا الاورجانيزم الفيرولانس بتاعه قوي ولا ضعيف. ثالثا الاميونيتي بتاع العيان الريزيستنس. تمام، الثلاثه فاكتورز دول الاكيوت في الاكيوتوتايتس ميديا، لو الثلاثه فاكتورز دول مش في صالح العيان قلب الاكيوت لكرونيك، اللي هو التريتمنت ما كانش اديكويت او يعني ما كانش افكتيف، اللي هو ان افكتيف انتي بايوتيك كتبت له انتي بايوتيك غلط مش اجنست الاورجانيزم اللي عنده. انا قلت لك الثلاث اورجانيزمات اللي في الاكيوتوتايتس ميديا، اديته شورت كورس اوف انتي بايوتيك. احنا عندنا مشكله كبيره جدا، اصلا اي انفكشن المفروض تدي انتي بايوتيك من 7 ل 10 ايام. شركات الادويه عندنا مش بتدي العلبه تكفي 7 ل 10 ايام، مش بتكفي اسبوع، وبالتالي العين المصري غلبان فبيشتري علبه الانتي بايوتيك تكفي 4 ايام، ده ممكن يشتري كمان شريط فما كملش شورت كورس اوف انتي بايوتيك، فالاورجانيزم ضعيف لكن ما ماتش، فضل موجود قلب الكرونيك، يبقى شورت كورس اوف انتي بايوتيك. ان اديكويت درينج، كان في باص وفلويد جوه الميدل اير ما عملتلوش مايرنجوتوم ودرينج معايا فقلب لكرونيك. هاي فيرولنس اوف ذا اورجانيزم او لو ريزيستنس لو اميونيتي اوف ذا بيشنت، الثلاثه فاكتورز اللي هم خلوا الاكيوت قلب لكرونيك. الجزء المتظلل الاحمر ده هو الانفكشن تيوبو تمبانيك، والبرفوريشن اهو بدا انترو انفيريور. طيب بنقول الكلينيكال بيكشر بتاع الكرونيك سابرت اوتيتس ميديا ان جنرال، العيان عنده صديد في ودنه، الصديد خرم الطبله، الصديد نزل من الاكسترنال كانال. طيب مش دي اوتيتس ميديا وفي ثقب في الطبله؟ اه، يبقى عنده ديفنس ومفيش ديفنس من غير تينيتس. قانون كل الديفنس معاه تينيتس وبعيد وازيد تاني. لو انت سديت ودنك بايدك كده انت كده عندك ديفنس، هتسمع صوت زي صوت البحر، يبقى كل الديفنس معاه تينيتس، ديمينيشن اوف هيرنج وتينيتس. تمام، زاد عليهم ديستشارج، يبقى الترياد ثلاث حاجات بتاع الكرونيك سابرت اوتيتس ميديا، ديفنس تينيتس ديستشارج. كتبت جنب كلمه ديستشارج انترميتنت. ليه؟ ما هي سيف يا دكتور. ازاي؟ بص لايدي كده، ده عباره عن الاوريكل اكسترنال كانال، دي الدرام مخرومه، ودي الميدل اير كافيتي والاستيكن تيوب والانر اير. الانفلاميشن هنا في الميوكوزا والبريوستيوم بس، ميوكوبريوستا لايننج، ميوكوزا وبريوستيوم فقط. تمام، يعني الميوكوزا هي اللي انفليمد، اه، فعماله تسكريت ميوكوس ببص. مش ممكن الاميونيتي بتاع العين تعلى؟ ممكن. مش يمكن ياخد انتي بايوتيك والاورجانيزم يموت؟ ممكن، بس البرفوريشن بيفضل موجود معاه، وبالتالي لما الاميونيتي تعلى او ياخد انتي بايوتيك والاورجانيزم يموت الميوكوزا هتنشف، فما تجيبش ديستشارج. لكن الثقب موجود هينزل البحر او حمام السباحه او ياخد دش هيدخلها ميه فتضرب صديد تاني. اذا الديستشارج هنا انترميتنت، انترميتنت ديستشارج، لان ده انفلاميشن في الميوكوزا، الميوكوزا ممكن تنشف وممكن تبقى انفكتد تاني، تنشف وممكن تبقى انفكتد تاني معايا، وبالتالي الديستشارج هنا انترميتنت. على فكره الانسيف اللي هناخده كمان شويه الديستشارج ما بينشفش، بيرزيستنت، مع انه قليل بس بيرزيستنت. ليه؟ لان مفيش ميوكوزا هي اللي انفليمد بس، ده في بون ايروجن، مفيش حاجه بتنشف معايا. يبقى اذا انا فهمتك ليه الديستشارج هنا انترميتنت. تمام كده؟ طيب يبقى العيان عنده ثلاث حاجات، ديفنس تينيتس ديستشارج، والديستشارج انترميتنت لان ده ميوكوزا الانفلاميشن ممكن تنشف من حل التاني. لما نيجي بقى للاكزامينيشن اللي هي الساينس، عندنا حاجتين، ابص بالاتوسكوب اشوف اناتومي اوصفه. طب ما انت شفت كده الاناتومي، شفت الاناتومي اكسترنال كانال قلت فيها ايه، التمبانيك ميمبرين شكله ايه، الميدل اير ميوكوزا شكلها ايه جوه. طيب
هتشوف الوظيفه الفانكشن، ده الاناتومي بالاوتوسكوب، الفانكشن بالشوكه الرنانه تمام، اللي هي التيورينج فورك تيست. بص بقى الايه اهي، الاوريكل اهي اكسترنال كانال، وده التمبانيك ممبرين فيه ثقب، ودي الميدل اير ودي الانر اير. هتحط الاوتوسكوب من هنا في الاكسترا كانال، هتشوف في الاكسترا كانال ديستشارج. على فكره ممكن الكرونيك سابرتوفايتس ميديا سيف تايب، ممكن العين يجي لك بديستشارج وممكن تبقى دراي. لو جالك والميدل اير ميوكوزا دراي، دي دراي ميدل اير ميوكوزا، وبالتالي مش هيبقى في ديستشارج. في الحاله دي اسمها ان اكتف او دراي كرونيك سابرتوفايتس ميديا. طب ليه يا دكتور اذا كانت هي دراي ومفيش انفكشن؟ طب ما هي فيها ثقب فهيدخلها ميه كمان شويه وتبقى انفكشن، ففي ريكرنت انفكشن، فهو جاي لك في مرحله الدراينس الان اكتيفيتي تمام، فاسمها دراي كورونيك سابرتوفايتس ميديا. وممكن يجي لك في مرحله الديستشارج يبقى اكتف كورونيك سابرتوفايتس ميديا، ديستشارجنج كورونيك سابرتوفايتس ميديا. يبقى لما احط الاوتوسكوب الاقي ديستشارج في الاكسترا كانال، اوصفه الديستشارج شكله ايه، كتير ولا قليل؟ كتير وكتير قوي. ليه؟ لان ده ميكوزا الانفلاميشن بتفرز ميوكس، الميوكس بيكتر المخاط، بيكتر الصديد الافرازات، يبقى اذا كوبيس كتير تمام، كميته كبيره بروفيوز. تاني حاجه ليه ريحه ولا ملوش ريحه؟ ملوش ريحه، اودرلس. ليه؟ لان مفيش بون ميت هنا زي الانسيف اللي بعد دي، مفيش بون ايروجن. البون ايروجن اللي هو في الانسيف هو اللي بيطلع ريحته وحشه. انا هديك مثال، اللي عنده تسوس في اسنانه ريحه بقه بتبقى وحشه. ليه؟ لان في نكروزس للسنه، فالنكروتيك تيشو الميته دي بتخلي ريحه البق وحشه تمام. كذلك الكوليستياتوما اللي انا هقولها بعد كده الانسيف عامله ايروجن للبون، النكروتيك بون ده اللي ميت ده بتخلي الافرازات بتاعتها وحشه، ده سيف مفيش بون ايروجن، وبالتالي الديستشارج اودرلس يبقى ملوش ريحه تمام، يبقى كميته بروفيوز ملوش ريحه تمام، يبقى كتير وملوش ريحه. ميوكو بيرولانت، يعني ايه كلمه ميوكو بيرولانت؟ يعني ممخط، يعني لان في ميوكوزال انفلاميشن فبتفرز ميوكس كتير. يبقى ليه ثلاثه كاركتر كده، اول كاركتر انه بروفيوز، ثاني كاركتر انه اودرلس، ثالث كاركتر انه ميوكو بيرولانت، وعلشان ميوكو بيرولانت كتير لان الميوكس مكتره تمام، بيمط ميوكو بيرولانت بيمط. والكاركتر اللي في السيمتوم اللي قلتها انه انترميتنت تمام. طيب بصيت بالاوتوسكوب على الاكسترا كانال ووصفت الديستشارج اللي فيها، ده لو فيها ديستشارج، وبعدين شفطت الديستشارج لو موجود ولقيت بيرفوريشن اوصفه، اوصف لي التمبانيك ممبرين بيرفوريشن، انواع البيرفوريشن دي الدراما اهي اللي انت رسمتها لي الوقت اهي. لو في بيرفوريشن في البارس تنسا اللي هو هنا 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 هنا، ده اسمه سنترال بيرفوريشن. سنترال، سنترال لا تعني في السنتر اوف ذا دراما، سنترال معناها البرفوريشن سراوندد بحته من الطبله سليمه. بص كل دي حته اراوند البرفوريشن سليمه من الطبله، سراوندد باي ريم اوف ذا درام تمام، اهو في ريم اوف ذا درام اهو، حته من الطبله اهي حواليه سليمه تمام. نوت ريتشنج تو ذا انيولس، مش ده الانيولس بتاع الدرام فايبرس رينج اللي انت رسمتها لي في اول محاضره؟ السنترال برفوريشن ما بيوصلش للانيولس، سراوندد بحته من الطبله سليمه حواليه، يعني في حته من الطبله سليمه اهي، يبقى ده سنترال بيرفوريشن. عارف البيرفوريشن لو وصل للانيولاس هنا اهو بقى اسمه مارجنال، ده مش هيوصل للانيولاس لان الانيولاس ده امبيدد جوه البون، والسيف ما بيعملش اوريجن للبون بتاع الاكسترا كانال معايا تمام. يبقى اذا السنترال بيرفوريشن هنا هنا هنا، كل ده اسمه سنترال، كل ده سنترال لان في باقيه من الطبله هي سليمه ونوت ريتشنج تو ذا انيولس، هو ده السنترال. يعني ايه مارجنال؟ اللي هو في الانسيف بقى، يعني بالمره ناخده دلوقتي، يعني ايه مارجنال بيرفوريشن؟ يعني بيرفوريشن وصل للانيولس اهو هنا اهو، يعني في حته من الطبله سليمه هنا ريم لكن مفيش حته هنا، ده وصل للانيولس، يبقى نوت سراوندد باي ريم اوف ذا درام اول اراوند ريتشنج تو ذا انيولس، يبقى ده اسمه ايه؟ مارجنال، ده في الانسيف. طب لو البرفوريشن فوق خالص في البارز فلاسيدا بتاع الدرام هنا اهو بقى اسمه اتك، ايه ده؟ البارز فلاسيدا ده جنب السكال بيز، ده فوق خالص، طب ما هو ده برضه جنب البون، يبقى ده في الانسيف. يبقى اذا الانسيف فيها
يا اما اتيك بيرفوريشن يا مارجنال بيرفوريشن. اما السيف سنترال، السيف سنترال تمام. طيب يبقى ده البرفوريشن، قلت لك سنترال برفوريشن نوت ريتشنج تو ذا انيولس وسراوندد باي ريم اوف ذا درام اول اراوند اهو، والبرفوريشن غالبا هنا ما وصلش للانيولس تمام، وفي حته من الطبله اول اراوند. طيب دكتور بص من خلال البرفوريشن، بص من خلال ثقب الطبله ده، قول لي الميدل ارمي ميوكوزا من جوه شكلها ايه. بص دي الميدل اير ميوكوزا، شكلها ايه؟ انا ببص بالتسكوب اهو، الثقب ده عباره عن شباك، كانه شباك اوضه مفتوح، وانا واقف بره في الشارع، فببص من خلال هذا الشباك بقول جدار الاوضه دي لونه ايه؟ لونه ازرق، احمر، اخضر. انا نفس الكلام ببص بالتسكوب من خلال البرفوريشن، هقول الميدل اير ميوكوزا دي شكلها ايه؟ ممكن تبقى دراي لو جاي لك دراي اللي هو ما فيش ديستشارج في مرحله الانكتيفيتي، يبقى ممكن تبقى بيل وثين ودراي زي السكين ده تمام. ممكن تبقى مورمه وحمراء كونجستد وايديميتس ابا كده، لو جالك في مرحله الانفكشن كونجستد وايديميتس حمراء ومورمه بلون الشفايف كده، حمراء ومورمه تمام. ممكن الحمار اللي هي كونجستد، يعني ممكن الحمار والورمان ده اتساب لفتره فحببت وأببت، حببت وأببت زي الفراولاية، سبحان الله أهي دي اسمها جرانيوليشن تيشو. بص أهي الرسمة دي حمراء ومأببة زي الفراولاية، تيجي تشفط للعيان ده الديستشارج من عليها تلمس الجرانيوليشن تلاقيه بيبليد اون تاتش على طول، لأن هو أنت خدت في الباثولوجي السنة اللي فاتت يعني إيه جرانيوليشن تيشو؟ يعني كولاجين باندل وفايبروبلاست وكابيلاري بادز فيها، يعني اللي هو فاسكليتشر، يعني في فاسكولاريتي وكونكتيف تيشو. فاذا علشان كده لونها احمر فاسكولار، فلما تلمسها تنزف، او لو العين لعب في ودنه ممكن تبليز اور تاتش. طيب يبقى ده لو اتثابت، يبقى الاول بيل وثين ودراي، اتثابت ورمت وحمرت وابت كونجستد، اتثابت عملت جرانيوليشن، الجرانيوليشن اتساب عمل بوليب، راح خارج من الاكسترا كانال بقى بوليب. هي دي الاستيجز بتاع الميدل اير ميوكوزا. تعالى قولها لي تاني، الميدل اير ميوكوزا ممكن الاقيها ايه؟ بيل وثين اهي، بص دي الاوريكل، دي الاكسترا كانال، ده الدرام بيرفوريتد، وهنا دي الميدل اير. انا ببص بالتسكوب من هنا من خلال الثقب ده، لقيت الميدل اير ميوكوزا بيل وثين ودراي لو هي ما فيش انفكشن، حمراء ومورمه كونجستد، اببت وحببت جرانيوليشن اتبليتز اون تاتش زي الفراولايه، ابت اكتر وطلعت من الثقب للاكسترا كانال بقت اورال بوليب، بقت اورال بوليب، يبقى اورال اي يو يبقى بقت بوليب تمام. تلاقي حته لحمه خارجه من الاكسترا ايدوتري كانال لان الانفلاماتوري رياكشن قعد يخليها تقب 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 لغايه ما خرجت زي العنبه، بقت في الاكسترا ايدوتري كانال تمام كده. يبقى بالتلسكوب هتلاقي في ديستشارج في الاكسترا كانال، اوصفه تمام. اول حاجه ديستشارج هنا في الاكسترا كانال اوصفه، البرفوريشن اوصفه قلت لك سيف، وبعدين الميدل اير ميوكوزا اوصفها، بعد كده الشوكه الرنانه. هو ده عباره عن ايه؟ مش اوتيتس ميديا؟ يبقى هيسمع اكتر بالاير ولا بالبون؟ ما هي الطبله مخرومه ما عادش بيسمع بالاير كويس، يبقى لازم يسمع بالبون احسن تمام. يبقى البون كوندكشن بيتر ذان الاير كوندكشن اللي هو كوندكتيف هيرنج جروس. الانفستيجيشن بتاع كرونيك سابريتوفيتس ميديا، ايه التحاليل اللي انت هتطلبها العيان عنده كرونيك سابريتوفيتس ميديا سيف تايب؟ جاي لك بتقلي سمع؟ اعمل له مياس سمع بيورتون ايديومتري، ده النورمال، ده مياس سمع النورمال، الاير والبون، الاير كوندكشن والبون كوندكشن. لما يكون عنده الطبله مخرومه يعني كرونيك سابريتوفيتس ميديا تمام، هتلاقي البون سليم والاير وقع، ما عادش بيسمع غير 50 60 ديسيبل تمام، وبالتالي في اربون جاب، يبقى كوندكتيف هيرنج لوس، الاير وقع تمام كده، كوندكتيف هيرنج لوس. يبقى اول حاجه هعملها له بيورتون ايديومتري، طبعا ما طلبتوش في الاكيوت اوتيتس ميديا لان كده ولا كده العين هيخف، يعني ده الديوريشن بتاعه اقل من 3 اسابيع. كالتشر اوستيفيتي للديستشارج ده تاني انفستيجيشن، بشرط لو العيان عنده ديستشارج، لان ممكن يجي لك بمرحله الدراينس، ما هي انترميتنت ديستشارج،
فاذا لو جالك ودنه دراي ما تطلبلوش كالتشر ستيفيتي، يبقى انت بتهزر، ما هي دراي. يبقى اذا الانفستيجيشنز اللي انت هتعملها لعيان الكورانيك سابري اوتايتس ميديا السيف تايب، هتعمله مياه سمع، تلاقي عنده تقل سمع توصيلي في ثقب في طبله الودن اللي هي كونتاكت فيرنج لوبس، بيسمع بالبون احسن من الاير، تمام؟ وتعمله كالتشر ستيفيتي لو في ديستشارج، كالتشر ستيفيتي للديستشارج عشان تشوف نوع الاورجانيزم. علاج الكورانيك سابرت اوتايتس ميديا السيف تايب، انت عندك حاجتين، الحاجه الاولى العيان عنده ثقب في طبله ودنه، الحاجه الثانيه عنده انفكشن وكل شويه يجيب ديستشارج، يبقى لازم اعالج الاثنين. علاج الانفكشن ميديكال وعلاج البرفوريشن سيرجيكال، خلي بالك من الكلام ده. طب افترض العيان جالك ببرفوريشن ودنه دراي في مرحله الدراينس، مفيش انفكشن، تعالج الانفكشن ليه؟ مش هتدي انتبيوتيك بقى ولا حاجه، تمام؟ يبقى هتكلمه ان عنده ثقب في طبله ودنه ومحتاج يعمل ترقيع طبله. يبقى اذا الكورونيك سابروتوفايتس ميديا عندي انفكشن وعندي برفوريشن، الانفكشن علاجه ميديكال والبرفوريشن علاجه غالبا سيرجيكال. طيب الميديكال تريتمنت، طالما جاي لك ودنه بتشيله صديد يبقى لازم اديله سيستميك انتبيوتكس، بس خلي بالك هو سمعه تقيل، ما تديلوش اوتو توكسيك دراجز، يعني حاول تافويد الامينو جلايكوزايد. طيب ده سيستميك انتبيوتيك. لوكال هديله لوكال انتبيوتيك اير دروبس، برضو حاول تافويد الامينو جلايكوزايد اوتو توكسيك دراجز، تمام؟ على فكره العيان ده لو جالي ودنه دراي لا هديله سيستميك انتبيوتيك ولا هديله لوكال انتبيوتيك. طيب لكن لما يكون جاي لي ديستشارج لا. طيب فيها ديستشارج كتير يبقى اورال تويلت، تواليت الودن اعمل لها ساكشن، ينفع تعمل قروش؟ لا، فيها برفوريشن ما تعملش قروش، مع انه في بعض الدول زي المانيا مثلا بيعملوا قروش بانتيبايوتيك بلوكال انتيبايوتيك في السليو في السلاين سوليوشن معاه، ولكن لا ما عندناش الكلام ده. يبقى اذا تعمل فريكوانت ساكشن، ريبيتد ساكشن اللي هو تواليت الودن، الودن بتعمل تواليت وانت هتعمل لها ريبيتد ساكشن، تمام الكلام؟ ما عنديش جهاز شفاط في العياده يا دكتور، اعمل لها دراي موبينج وان كان طريقه حلمتش كده انا ما بحبهاش، اللي هو عباره عن حته بروب حديده طويله كده وتحط عليها قطنه، تمام، وتدخلها في ودن العيان وتنشف له الديستشارج، انا ما احبش الطريقه دي. ولكن كل عيادات الاي ان تي لازم يبقى فيها شفاط، يبقى ممنوع القروش، يبقى انت هتشفط الديستشارج، هتدي له لوكال انتيبايوتكس، هتدي له سيستميك انتيبايوتكس، لوكال انتيبايوتك اير دروبس، تمام، وسيستميك انتيبايوتك. طيب دكتور العيان جاي لي بديستشارج، اديته الحاجات دي سيستميك انتيبايوتك ولوكال انتيبايوتك وشفطت له ودنه وودنه نشفت، تمام الكلام؟ اقول له ايه؟ حافظ عليها نشف لان في ثقب، ما انا قلت لك حاجتين انفكشن وبرفوريشن، فحافظ عليها نشف، تمام؟ طيب تحافظ عليها نشفه ازاي؟ لان عندك خرم في طبله ودنك، اوعى تنزل بحر او حمام سباحه، ولما تيجي تاخد دش لازم تحط قطنه ناشفه وقطن عليها فازلين تبقى عازل، او تجيب سدادات عازله للميه. المهم افويد ويتنج اوف ذا اير، انا عالجتك ونشفت لك الانفكشن اللي في ودنك، حافظ لي عليها ناشفه، كيب ات دراي، كيب ات دراي، تمام؟ طب يا دكتور كده بس هو ده اللي ممكن يعمل لي انفكشن الميه؟ زائد نزله البرد، يعني الانفكشن ممكن يجي من بره وممكن يجي من جوه. بص بقى، يا اما الميه تدخل من بره يبقى لا تنزل بحر ولا حمام سباحه ولا تاخد دش من غير ما تسدها بعازل، تمام؟ ولما يجي لك برد لازم يتعالج اول باول، ممكن الانفكشن يطلع من النوز على النيزو فارنكس على الاوستيكيان تيوب، بمعنى لو عندك برد ما تقعدش تنف جامد، لو عندك برد يتعالج اول باول وهكذا. يبقى كنترول ابر ريسبيراتوري انفكشن، يا عيان انا عالجتك دلوقتي من الانفكشن بس ستيل عندك ثقب في طبله ودنك، حافظ عليها من الميه وحافظ عليها من نزلات البرد، معايا؟ طيب دكتور هترقع لي الطبله ولا مش هترقع لي؟ هتعمل لي عمليه ترقيع طبله ولا لا؟ والله شوف ظروفك، يعني العمليه برضو مكلفه والديزيز بتاعك سيف، يعني هو مش خطر، ليس لايبل تو بروديوس كومبليكيشن، يعني انت في الحاله دي بتخير العيان، ممكن ارقع لك الطبله وممكن تحافظ عليها كده وعيش بيها كده لو انت سمعك مكفيك. ثقب الطبله متقل السمع بس يعني هم ماشيني خلاص. لا يا دكتور، عيان تاني يقول لك كده، يعني لا ده انا عايز انزل البحر والبسين واعيش حياتي طبيعي،
يبقى لازم ارقع لك الطبله طالما عايز تعيش حياتك. لا يا دكتور عيان تالت، ده انا شغلتي مهمه جدا وبشتغل في الامن وبتاع ولازم اسمع بالودنين قد بعض، او انا مدير بنك في الاجتماعات ولازم اسمع بالودنين، يبقى لازم ارقع لك الطبله، يبقى اكوردنج للنيد بتاع العيان. لكن الموضوع مش خطر لو اتساب، بس تحافظ عليها ناشفه. طيب هترقع لي الطبله اللي هو السيرجيكال تريتمنت بقى للبرفوريشن، تيمبانوبلاستي، ترقيع طبله بس اسمه مايرينجوبلاستي، يعني مايرينج بهدقه بمعنى طبله. تيمبانوبلاستي بتضم في فحواها المايرينجوبلاستي، يعني بمعنى لو انا رقعت لك الطبله مايرينجوبلاستي والاوسكل كانت مكسره لحمتها لك في بعض سيكلوبلاستي، بقت الحاله دي تيمبانو، يعني تيمبانوبلاستي كلمه اشمل من مايرينجو. مايرينجو ترقيع طبله بس، تيمبانوبلاستي ترقيع طبله واشياء اخرى في الميدل اير، يعني مثلا بنضف الودن من الجرانيوليشن ورقع الطبله، بنضف بلحم الاوسكل ورقع الطبله، دي اسمها تيمبانوبلاستي. اما مايرينجوبلاستي ترقيع طبله بس، تمام؟ يعني المايرينجوبلاستي جزء من التيمبانوبلاستي. طيب مكتوب ايه في الكتاب؟ تيمبانوبلاستي with or without cortical mastoidectomy. يعني ايه بقى؟ يعني هعمل للعيان تيمبانوبلاستي وممكن اعمل له كورتيكال ماستيدكتومي وممكن لا، على حسب في ايردس تشارج ولا لا. يا دكتور انت مش قلت لي المرحله الاولى ميديكال تريتمنت بعالج الديستشارج والانفكشن؟ بس افرض ما خفش يا اخي، قعدت اديله انتي بايوتكس لوكال وسيستميك وشفاط وبتاع، ما خفش الانفكشن في الحاله دي، وانا مدخله اوضه العمليات هو عنده اتنين انفكشن وبرفوريشن، يبقى في الحاله دي هشيل له الجرانيوليشن، تمام؟ هشيل له هنضف له عظمه الماستويد كورتيكال ماستيدكتومي، وبعدين ارقع له الطبله. اما لو نشف بالميديكال تريتمنت انا داخل ارقع الطبله بس، تمام؟ يبقى اذا تيمبانوبلاستي with or without كورتيكال ماستيدكتومي. تعالى افهمكم الكلمه دي، بص بقى ده كده الميدل اير كليف، دي الاوستيكيان تيوب اللي انا عملت عليها كلمه اي دي او حرف اي، دي التيمبانيك كافيتي، وده الماستويد ايرسيلز، تمام كده؟ طيب يا دكتور في برفوريشن هنا، البرفوريشن ده دراي، البرفوريشن اللي انت رسمته لي ده دراي، طالما البرفوريشن اللي هنا ده دراي يبقى كل الميدل اير كليفت دراي، يبقى الماستويد اير سيلز هنا دراي. ليه؟ ما هو كلهم متصلين ببعض، مش الاثنين كونتينوس عن طريق الادس اد انترم، فلو في انفكشن هنا قدام يبقى في انفكشن هنا، تمام؟ يبقى لو الميدل اير كافيتي دراي يبقى الماستويد دراي، يبقى ما تنضفلوش الماستويد، ما تعملش كورتيكال ماستيدكتوم، تمام؟ لا، عيان تاني بقى في ديستشارج جاي من الثقب، من ثقب طبله الودن، وما خفش بالميديكال تريتمنت، عمال يجيب ديستشارج. طالما في ديستشارج هنا يبقى في ديستشارج هنا، مش منطقي انك ترقع الطبله هنا حتى لو شفطت الصديد من الميدل اير وسايب الماستويد في انفكشن، ما هو كده الماستويد مليانه بس الاير سيلز، تمام؟ يبقى اذا طالما في ديستشارج من الثقب من هنا وانا داخل ارقعه لازم اعمل كورتيكال ماستيدكتومي، استئصال النتوء الحلبي، يبقى لازم ادخل اعمل دريلنج للماستويد وانضف الماستويد اير سيلز. تاني ارسمها لي كده بخط ايدك رسومات احسن من الكتاب. بص بقى دي كده الماستويد اير سيل، دي كده الميدل اير، ودي الاوستيكيان تيوب. لو الدراما هي مثلا وفي برفوريشن اهو، لو هنا دراي الميدل اير دراي يبقى الماستويد دراي، يبقى انا مش محتاج اعمل حاجه. اما لو الميدل اير دي فيها ديستشارج يبقى في هنا ديستشارج، لان الاثنين كونتينوس عن طريق الادس انترم، فلما تيجي ترقع الطبله هنا لو في ديستشارج لازم تنضف الماستويد، يبقى كورتيكال ماستيدكتومي، تمام؟ يبقى امتى اعمل كورتيكال ماستيدكتومي وانا بعمل تيمبانوبلاستي؟ لو في اير ديستشارج. ده كان موضوع السيف كرونكس عبر هيباتيتس ميديا. نيجي بقى للانسيف، الانسيف تايب اللي هي اسمه المشهور قوي كوليستياتوما، تمام؟ الكوليستياتوما اولا يعني ايه كوليستياتوما؟ كوليستياتوما اول واحد اكتشفها زي ما قلت لك افتكرها تيومر فسماها اوما، ولقى فيها كوليسترول كريستال فسماها كوليستياتوما، بس بعد كده اكتشفوا ان مش شرط تحتوي على كوليسترول كريستال، تمام؟ يبقى هو رونج نيم، تمام؟ كرونيك سابريت بس ده اسمه مشهور قوي كوليستياتوما،
يبقى هو رونج نيم لانها مش شرط تحتوي على كوليسترول ونوتا تيومر، مش اوفر. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الجلد بتاعنا ده دخل جوه الميدل اير. ايه ده؟ معقول؟ طب الجلد ده لما يدخل جوه البودي كافيتي يعمل ايه؟ بيكيرل على بعضيه، يكون ساك، في تندنسي للكيرلينج زي الشعر لما بيتني، فالجلد كيرلينج على بعضيه فكون ساك، والسيرفس بتاع السكين على جوه، والسكين بيفرز ايه؟ كيراتين. اهو بقت ساك من السكين دخلت جوه الميدل اير وعماله تفرز كيراتين. ايه ده؟ يعني هي ساك مقفوله والسيرفس بتاع السكين على جوه وعمال يفرز كيراتين كيراتين كيراتين، فعماله تكسباند تكسباند تكسباند. بتكسباند على حساب مين؟ على حساب العظم اللي حواليها، فبتقرض البون، وعلشان كده اسمها انسيف لانها بتعمل بون ايروجن. تمام؟ يبقى بص بقى، it is a sack of skin اللي هو ايه؟ keratinized stratified squamous epithelium، ساك من السكين. تمام؟ keratinized stratified squamous epithelium. طيب وبعدين عمال يفرز كيراتينوس ماتيريال، بس الكيراتينوس ماتيريال اللي بتفرز دي بتفرز بالتدريج، يعني بطريقه ريجولار. بص بقى، وبتفرز كوليسترول برضو، ممكن تفرز كوليسترول ممكن لا، يعني النهارده افرزه شويه، قبل كده كانوا افرزه شويه، قبل كده افرزه شويه، قبل كده افرزه شويه. ايه ده؟ ده عامل زي البصله لما تقطعها بالعرض، اونيون لايك ابييرنس. تمام؟ زي الهورزونتال سيكشن في البصله. تمام بالظبط، ان لايرز الكيراتين عمال يفرز ان لايرز وعمال اكسباند اكسباند اكسباند، وهي ساك مقفول عليها بالمناسبه، ساك من السكين بس السكين سيرفس على جوه. ايه ده؟ ساك مقفول عليها؟ مقفول يعني مفيش هواء جواها؟ طب هتنمو بكتيريا لا هوائيه انيروب. تمام؟ وعلشان كده الانيروب بيقرض البون ويعمل ريحه وحشه، زائد انها بتفرز استوليتيك انزايم برضه بيقرض البون. هي دي موضوع الكوليستاتوما. السكين بتاعنا دخل جوه الميدل اير، دخل ازاي هنعرف، ولكن ده ملخص الموضوع. تمام؟ يبقى عباره عن سكين جوه الميدل اير كافيتي، السكين بيتكور على بعضيه بيحصل له كيرلينج، ويقعد يفرز كيراتين ويكبر يكبر 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 على حساب العظم اللي حواليه، يعمل بون ايروجن لغايه ما يعمل كومبليكيشن. طيب ده اسمها انسيف علشان بتقرض البون، اسمها كوليستاتوما وقلت لك ازاي. تمام؟ اسمها الثاني او الثالث اتيكو انترال، تيجي في الاتيكو الانترام. اذا كان السيف جت هنا قدام قدام وتحت انترو انفيريور تيوبو تيمبانيك، فالانسيف جت عكسها فوق ورا اتيكو انترال، اكتر حته يجي فيها كوليستاتوما الاتيكو الانترام، من اهو اتيكو انترال بارت، وعلشان كده البرفوريشن تملي بيبقى بوستر سوبيريور او مارجنال او اتيك، مارجنال او اتيك. تمام؟ يبقى هي بتقرض البون ازاي؟ بالاستوليتيك انزايم والسكندري انيروبيك انفكشن، وطالما عملت اروجن للبون هيبقى ريحه الديستشارج وحشه، لان النكروتيك بون ريحته وحشه. ده موضوع الكوليستياتوما او الكورانيك سابريتوتايتس ميديا الانسيفايد. طيب الايتيولوجي والتايبس اوف كوليستياتوما. بالمناسبه في موضوع اسمه كونجنتال كوليستياتوما اللي انت خدته في الباثولوجي السنه اللي فاتت باسم ايبيديرمويد، ايبيديرمويد سيست، ايبيديرمويد سيست، ايبيديرمويد سيست. بص بقى، الديرمويد سيست انواعه ايه؟ قلنا لك زمان في الباثولوجي، يا اما الابيديرمال لير اوف ذا سكين بس يبقى ايبيديرمويد سيست، يا اما كل لايرز اوف ذا سكين ديرمويد، يا اما الثلاثه لاير اندوديرم واكتوديرم وميزوديرم يبقى تيراتويد. طب ايه رايك لو الابيديرمال لير اوف ذا سكين بس هي اللي دخلت جوه البتراس بون؟ يعني دي كده البتراس بون. تمام؟ اهي وهنا كده الاكسترا كانال ودي الاوريكل، السكين دخل جوه البتراس بون جوه السيروبول مونتانيك جوه الميدل اير كافيتي، ده اسمه ايبيديرمويد سيست، ايبيديرمويد سيست، ايبيديرمويد سيست. معايا؟ ده كونجنتال. ايه ده؟ ده مفيش انفكشن ولا حاجه. الله، طب امال بتشرح لي ليه في كورونيك سابريتوتايتس ميديا ده مفيش سابيوريشن؟ طالما جت موضوع اسمه كوليستياتوما يبقى نقول كل الانواع بالمره. تمام كده؟ لكن هي ما فيش فيها انفكشن، ممكن يحصل لها سكندري انفكشن ليتر اون، لكن اكشوالي هي بدايه مش انفكشن، ده ابيديرمال لير ودخل من السكين ودخلت على الميدل اير او او التمبرال بون. معايا؟ تمام. استاذنكم.
تمام. يبقى اذا الكونجنتال كوليستياتوما دي بتحصل ازاي اثناء التكوين؟ ده الثيوري بتاعتها، الله اعلم حصلت ازاي اثناء التكوين. الحته دي كان اسمها الفور برين، والبق كان اسمه استوميديوم في الامبريو. يبقى الفور برين والاستوميديوم تمام كانوا لازقين في بعض، وهنا الاكتوديرم فبيحاول يكون السكال بيز، الاكتوديرم لاترال، فالسكال بيز بتنفجنيت. معلش هستأذنكم اقفل الموبايل لان واحد غبي. تمام معلش انا اسف. طيب فبنقول ده كان الفور برين وده كان الاستوميديوم اللي بيكون الماوس، وهنا الاكتوديرم والميزوديرم. الميزوديرم اللي هو بيكون العظم السكال بيز، فالميزوديرم عايز يفصل الاستوميديوم عن الفور برين علشان يكون السكال بيز. فهو بينفجينيت من بره لجوه، بينفجينيت بينفجينيت بينفجينيت، خد حته من الاكتوديرم معاه وهو بيكون السكال بيز. هنا خد حته من الاكتوديرم اتحشرت في التمبرال بون، هي دي الكونجنتال كوليستياتوما. لكن في البدايه ما فيش فيها انفكشن، الدرام انتكت وزي الفل، ما فيش اير ديسشارج ولا في اي حاجه. تمام. طيب حته الابيديرمال لاير اوف ذا سكين دي اتحشرت فين؟ حته الاكتوديرم دي اتحشرت فين؟ يا اما اتحشرت في البتراس ايبكس، ارسم لي كده زمان السكال بيزانس انترنا فيو، بص كان شكلها عامل كده، وده البتراس بون وده البتراس بون، هنا الاوريكل، هنا الاكسترا كانال، هنا الميدل اير كافيتي، وهنا الانر اير، وكان السيربيلا مورا هنا، ومن قدامه هنا البونز. تمام. فاذا حته الاكتوديرم دي يا اما اتحشرت جوه الميدل اير كافيتي هنا اهو، وبالتالي تعمل لي كونداكتيف هيرنج لوس، يا اما اتحشرت في البتراس ايبكس هنا اهو، فهتاثر لي النيرفين التو نيرفس اللي على البتراس ايبكس خمسه وسته، تاثر لي عليهم. خمسه اسمه ترايجيمينال بتاع السنسيشن بتاع الوش، يجي له ترايجيمينال فيشيال بين. تمام. وستة الابديوسنت تاثر عليه، ده اضعف انتراكرينيال نيرف وسلندر ورفيع. تمام. يبقى ده لو في البتراس ايبكس، يا اما ورا هنا في السيرابولو بونتاين انجل. اذا كان البتراس ايبكس عليها خمسة وستة كرينيال نيرفز هنا، فالسيرابولو بونتاين انجل فيها سبعة وثمانية اللي بعديهم، سبعة وثمانية. فلما تيجي في السيرابولو بونتاين انجل تضغط على ثمانية سنسوري نيورال هيرنج لوس وفيرتايجو اللي هو في ستيبلو كوكلير، تضغط على سبعة، اول ما تبتدي تضغط على سبعة يجي له حاجه اسمها فيشيال تكس. بص الوش كده، الحركه دي اريتيشن للفيشيال نيرف للموتور بارت معاه، هو اللي بيغذي الوش بالموتور سنسيشن بعضلات الوش، فتلاقيه جاله حاجه اسمها فيشيال تكس اللي هي دي، لغايه ما تضغط كومبليت تجيب باراليسيس، يبقى فيشيال تكس ذين باراليسيس. تمام. طيب ده بالنسبه للكونجنتال كوليستياتوما. نيجي بعد كده للاكوايرد كوليستياتوما، يا اما برايمري اكوايرد كوليستياتوما. يعني ايه برايمري؟ لم يسبقها شيء، بنسميها ريتراكشن بوك ثيوري. اهو بص دي كانت الرسمه، دي كانت هنا الاوريكل، ودي الاكسترا كانال اللي قدامك دي. ف او ارسمها لك رسمه ثانيه احسن الحقيقه لانها مش باينه هنا. ماشي، دي الاوريكل، دي الاكسترا كانال، دي الدراما، وهنا دي الميدل اير والاستيكيان تيوب. لسبب ما الاستيكيان تيوب قفلت، البريشر جوه الميدل اير بقى نيجاتيف. تمام. والبريشر بره بوزيتيف، خلي بالك. طيب البريشر النيجاتيف ده المنطقي ان يعمل ريتراكشن، يشد على الدرام، يشد عليها كلها ريتراكشن. لا، شد على اضعف جزء في الطبله اللي هو من البارز فلاسيدا او البيسو سوبر بارت اوف ذا درام، فتلاقي الحته دي اتشفطت على جوه. تمام. هتبقى شكلها كده. الحته دي اتشفطت على جوه، النيجاتيف بريشر لسه نيجاتيف وبقى دروب مور نيجاتيف، فاتشفطت اكتر، اتشفطت اكتر. ايه ده بقى؟ اسمها ريتراكشن بوكيت، عمال يريتراكت لجوه، انفجينيشن، لان النيجاتيف بريشر عمال يشدها لغايه ما حته من الدرام تروح منفصله ودخلت جوه الميدل اير. ايه ده؟ حته من الدرام؟ طب ما حته من الدرام دي عباره عن سكين، مش الاوتر لير اوف ذا درام سكين،
فحته من الدرام انفصلت ودخلت جوه الميدل اير كافيتي، بقى سكين جوه الميدل اير يحصل له كيرلينج ويفضل يكون كيراتين وكوليستياتوما. ده اسمها ريتراكشن بوكيت ثيوري او برايمري اكوايرد كوليستياتوما. اكوايرد يعني مش كونجنتال، برايمري يعني لم يسبقها سيف كرونيك سابريتوفايتس ميديا، علشان كده اسمها اوليه برايمري، بدات من البدايه ان سيف اسمها برايمري. امال يعني ايه سكندري اكوايرد كوليستياتوما؟ سكندري يعني سبقها سيف كرونيك سابريتوفايتس ميديا، وهي سكندري للسيف. فهمتها؟ سكندري يعني سكندري للسيف كرونيك سابريتوفايتس ميديا، كانت سيف اتثابت وقلبت لان سيف. تمام؟ يا اما حصل ميتابليزيا في الميوكوزا بتاع الميدل اير. هو الكورونيك سابريتوفايتس ميديا السيف ده مش قلت لك ريبيتد انفكشن انترميتنت ديستشارج، كل شويه انفكشن كل شويه انفكشن كل شويه انفكشن. فالفلات كيوبويدال ابيثيليوم بتاع الميدل اير ميوكوزا حصل له ميتابليزيا، اتقلب الى تشو اخرى ابيثيليوم اخر اللي هو سكويموس ابيثيليوم. ايه ده؟ يعني تحول لسكين؟ ميتابليزيا ثيوري. تمام؟ وبالتالي طالما الميوكوزا اوف ذا ميدل اير جزء منها اتحول لسكين، حصل له كيرلينج وكون كوليستياتوما جوه الميدل اير. تاني واحده مايجريشن ثيوري. يعني ايه مايجريشن؟ بص بقى، كانت كورونيك سابريتوفايتس ميديا سيف، وكان في ثقب في طبله الودن هنا، السكين بتاع الاوتر لير اوف ذا دراما والاكسترا كانال عايز الطبله تلم، عايز يهيل، فجاي يلم راح واقع من خلال الثقب مايجريتنج جوه الميدل اير كافيتي. ايه ده؟ يعني السكين بتاع الاكسترا كانال والاوتر لير اوف ذا درام دخل من ثقب طبله الودن للعين اللي عنده كرونيك سابريتوفايتس ميديا سيف تايب جوه الميدل اير. علشان كده اسمه مايجريشن، هاجر جوه الميدل اير كافيتي، يحصل له كيرلينج ويكون كوليستياتوما. طيب تعالى نشرح بسرعه. انا قلت لك الكونجنتال كوليستياتوما اثناء التكوين الميزوديرم لاترال عايز يفصل الفور برين عن الاستوميديوم، فهو بينفجينيت خد حته من الاكسوديرم في وشه اتحشرت جوه الميدل اير او في الميترس ايبكس او السيربولو مونتاين انجل. اهو هرسمها لك اهي، ده السكال بيس اهي اهي، دي الاوريكل اكسترا كانال درام ميدل اير، وهنا الانر اير، وده السيربيلا مورا، وهنا البونز. تمام؟ علشان كده الانجل اللي بينهم دي اسمها سيربولو مونتاين انجل. طيب يبقى اما الكونجنتال كوليستياتوما يا اما تحصل في الميدل اير كافيتي، يا اما تحصل في البيترس ايبكس، يا اما تحصل في السيربولو مونتاين انجل. هنا 5 و6 على البيترس ايبكس، هنا 7 و8 كرينيال نيرف سيربولو مونتاين انجل. دي بالنسبه للكونجنتال كوليستياتوما. الاكوايرد بقى يا برايمري يا سكندري. البرايمري اسمها ريتراكشن بوكيت ثيوري. بص بقى، دي الاوريكل اكسترا كانال تمبريك ممبرين، وهنا دي كده الاوستيكال تيوب اتقفلت. تمام؟ ده البرايمري اكوايرد اللي هي ريتراكشن بوكيت. في طالما الاوستيكال تيوب قفلت بقى في نيجاتيف بريشر جوه الميدل اير. الاضعف جزء في الطبله هو اللي اتشفط مش الطبله كلها، ليه؟ الله اعلم. اللي هو مين؟ يا اما البارز فلاسيدا اللي هيكون بعد كده اتيك بيرفوريشن، يا اما البيستو سيبير بارت اوف ذا درام قاعد يريتراكت 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 كون ريتراكشن بوكيت لغايه ما انفصل وبقى سكين جوه الميدل اير. ده اسمه ايه؟ برايمري اكوارد كوليستياتوما او ريتراكشن بوكيت ثيوري. تمام؟ ده اول ثيوري. طيب تاني ثيوري اللي هي السكندري اكوارد كوليستياتوما. نرسمها لكم السكندري اكوايرد كوليستياتوما. بص بقى، كان في بيرفوريشن هنا، فيا اما حصل ميتابليزيا علشان في كرونيك اريتيشن هنا كل شويه، فحصل ميتابليزيا في الميوكوزا دي اتحولت الى سكين ستراتيفايز كوماس ايثيليوم، بدا يحصل له كيرلينج وكوليستياتوما. يا اما مايجريشن للابيثيليوم اللي هنا، السكين اللي هنا ده مايجريتنج بتاع الاكسترا كانال والاوتر لير اوف ذا درام على الميدل اير كافيتي، دخل من خلال ثقب طبله الاذن الى الميدل اير كافيتي كون كوليستياتوما. تعال نشوف الفيديو ده جميل قوي 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 قوي. ال 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 تعال نشوف الفيديو ده. الطبله اهي، الطبله قدامك اللي باينه قدامك دي، تمام؟ والوايتش ماس اللي انت شايفها هشاور لك الاول بالقلم وبعد كده امسحه. دي الطبله اهي، تمام؟ والوايتش ماس اللي انت شايفها دي وايتش ماس بايند انتاكت امبريك ممبرين، دي كونجنتال كوليستياتوما. ما هي لازم تبان بيضاء لان فيها كيراتين ابيض، ما هي الكيراتين لونه ابيض،
تمام. فاحنا ده كان احد الزملاء شاف الحاله دي الحقيقه فسجلها واديها لنا علشان نبقى نوريها للطلبه. فدي كونجنتال كوليستيتوما انتاكت درام ووراها ماس بيضه تمام. بص بقى لما اشغل الفيديو بص انا شايف ماس بيضه وببص من خلال الميكروسكوب. The sickle knife points to a patch of whitish discoloration in the anterosuperior quadrant. We have here the rare case of a congenital cholesteatoma behind an intact eardrum. A large sternotomy is performed in the anterosuperior quadrant. لا ماس بيضة بيضة عاملة زي البيضة بجد يعني بيضة whitish mass behind the intact drum. In order to improve visibility of the epitympanum, the ear canal is mobilized with a number 15 scalpel until the short handle of the malleus comes into view. اهو المس البيضه ظهرت جدا اهي. هيطلعها يدليفر ات عن طريق الميرينجوتومي اللي هو عمله الانسيجن. The cholesteatoma pearl is mobilized using a plaster knife and fine suction tip and can finally be removed. شالها بالشفاط اهو تمام. هي دي الكونجنتال كوليستياتوم تمام. بيبص في الميدل اير كافيتي لها بقيه في التمبانيك كافيتي لها بقيه ولا حاجه علشان بس ما يقفلش ويكون في بقيه جوه. بيعمل اكسبلوريشن. The tympanic cavity is then inspected for any residual epithelial tissue in the middle ear. ما لقاش حاجه جوه. The area around the sensu tympanic الانسيجن اللي هو عمله ده بتمبوراليس فاشيا جرافت. هيجيب جرافت من التمبوراليس فاشيا من هنا وهيرقع بها البرفوريشن اللي عمله ده. اهو ده جرافت من التمبوراليس فاشيا وهيرقع بها الانسيجن تمام. يبقى اذا الريتراكشن بوكيت ثيوري بسرعه كده اهو بص ده عباره عن الاكسترا كانال وده الدرام النيجاتيف بريشر جوه لان الاستيكان توب مقفوله قعدت تتشفط 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 كونت لي ريتراكشن بوكيت. يبقى حظ العين حلو لو جالك في المرحله دي قبل ما يكون كوليستيتوما بجد قبل ما يحصل سيبريشن للسكين بتاع الدرام على الميدل اير لو جالك في مرحله الريتراكشن بوكيت. نيجي للكلينيكال بيكشر بقى بتاع كورونيك سابر هيباتايتس ميديا الانسيف تايب. انت قلت لي السيف ديفنس تينيتس ديستشارج دي اعراض المريض تمام نفس الكلام. ما هي دي كرونيك سابرت فوتايتس ميديا برضو الانسيف تايب ديفنس تينيتس ديستشارج. ديفنس ليه؟ علشان في ثقب في طبله الود. وتينيتس علشان ما فيش ديفنس من غير التينيتس تمام. ديستشارج ليه؟ علشان فيها انفكشن. بس الديستشارج هنا بقى بيرزيستنت. في السيف كانت انترميتنت كان ميكوزا الانفلاميشن وبعد كده الميكوزا تنشف نتيجه لعلاج او اميونيتي تبقى ناشفه يدخل فيها ميه تضرب انفكشن تاني يعني في انترميتنت او ريكرنت انفكشن. اما ده لا ده بيرزيستنت ديستشارج. ليه؟ قول لي ليه؟ لان في سكين جوه الميدل اير. فايه اللي هيطلعه؟ ده علاج الكوليستيتوما الوحيد هو سيرجيكال ريموفال انت فاهم؟ فاذا لو خد انتبيوتيك برضه الكوليستيتوما هتفضل. على فكره دي ماس بيضاء اهي بس الدرام كلها طايره كلها برفوريتد ماس بيضه اهي خارجه من خلال ثقب في الطبله تمام. انت عايز تاخد انتبيوتك دي تخف؟ لا طبعا مش هتخف. اذا الديستشارج هنا بيرزيستنت لان في فارم بودي جوه الميدل اير. حد يرد عليا يقول لي فارم بودي ازاي يا دكتور؟ ده السكين بتاع نفس العيان. السكين بتاع نفس العيان بس ان ابنورمال بليس يعني ربنا خلق السكين يبقى بره. طالما السكين دخل جوه بقى ابنورمال بليس لازم يعمل ريكرنت انفكشن زي ما انت شفت كده. يبقى الديستشارج هنا بيرزيستنت. يبقى الترايات بتاع كرونيك سابريت وتايتس ميديا سي ان سيف او ان سيف ديفنس تينيتس ديستشارج. في السيف الديستشارج انترميتنت في الان سيف الديستشارج بيرزيستنت. الساينس بقى بالاوتوسكوب نفس الكلام بالاوتوسكوب والشوكه الرنانه تمام. اخلص لي من الشوكه الرنانه الاول. الشوكه الرنانه طب ما هو تايتس ميديا يبقى هيسمع بالبون احسن من الاير نفس الكلام. جميع الديزيز اوف ذا ميدل اير كوندكتيف هيرنج لوس يسمع بالبون احسن من الاير تمام. طب يا دكتور دي كوليستياتوما وانت قلت لي مور لايبل تو بريديوس كومبليكيشن مش ممكن الكوليستياتوما دي تعمل ايروجن للانر اير؟ للابرانث. ولو عملت ايروجن للابرانث اللي هي لابرانثايتس
هتبقى سنسوري نيورال هيرنج لوس وهو اصلا كوندكتيف، يبقى في الحاله دي ميكسد. لكن لو جالك سؤال ام سي كيو او بروبلم سولفنج او وات ايفر، الكوليستياتوما تعمل هنا نوع من الديفنس كوندكتيف، الا اذا رير بقى لو عملت لابرانثاين ايروجن. تمام. طيب ده بالنسبه للشوك الرنانه. نيجي بقى للاوتوسكوب. كمل لي الرسمه دي كده، دي كده الاكسترا كانال، دي كده الاوريكل. هحط الاوتوسكوب هنا، هلاقي ديستشارج في الاكسترا كانال. نفس كلام السيف، اوصفه. السيف كانت ديستشارج كتير، هنا هيبقى قليل. ليه السيف كتير؟ لان ده ميوكوزا الانفلاميشن بتفرز ميوكاس، اما هنا البوني اليمنت اكتر من ميوكوزا الاليمنت. انا معاك في ميوكوزا الانفلاميشن، ولكن اقل من البوني انفلاميشن، فالميوكوس سكريشن قليل، وبالتالي الديستشارج هنا سكانتي. تمام. بيرولانت مش ميوكو بيرولانت. تمام. يبقى سكانتي بيرولانت فيري اوفنسيف. هناك كان اودرلس. ليه فيري اوفنسيف؟ لان في نيكروتيك بون ونيكروتيك ابيثيليال تيشو نازله، فريحتها معفنه، ريحتها وحشه. شبهتها باللي عنده ساوس في اسنانه وعنده نيكروزس في السنان. تمام. يبقى اذا سكانتي بيرولنت اوفنسيف. طب يا دكتور، بالرغم من انه قليل ما بيقفش، بيرزيستنت، سام تايمز ممكن يحتوي على ابيثيليال ديبريس، حاجات كيراتين مقطع كده سام تايمز. ده الكاركتر بتاع الديستشارج. نيجي بقى للبرفوريشن، ابص برضو من خلال بالاوتوسكوب الاقي هنا في بيرفوريشن، اوصفه. بس على فكره ممكن يجي لي في مرحله الريتراكشن بوكيت، بس انا هقول لك البرفوريشن. قلت لك اهو دي الدرام، الانسيف اسمها اتكو انترال ديزيز. تمام. فهتلاقي البرفوريشن يا اما مارجنال هنا في البستر سيبرو بارت. ليه؟ لان الحته دي اللي عملت الريتراكشن بوكيت في الاول، لان هنا الانيولاس ضعيف، الجزء ده الانيولاس ضعيف وبعدين يدخل هنا، فالحته دي بتريتراكت بالنيجاتيف بريشر، يبقى ده اسمه مارجنال بيرفوريشن. يعني ايه مارجنال بيرفوريشن في البوست سوبرو بارت اوف ذا درام ده؟ يعني نوت سراوندد باي ريم اوف ذا درام اول اراوند. في ريم اهو باقيه من الطبله هنا، لكن ما فيش باقيه من الطبله هنا ريتشنج تو ذا انيولاس. تمام. ده اسمه مارجنال بيرفوريشن. ممكن الاقي نوع ثاني من البيرفوريشن، اتيك بيرفوريشن هنا اهو في البارز فلاسيده، لان الديزيز اصلا بدا فوق وورا، يبقى هلاقي البيرفوريشن فوق اتيك، يا هلاقي البرفوريشن فوق وورا مارجنال. يبقى ده اتيك وده مارجنال. تمام كده. السيف كان سنترال. طيب ده البرفوريشن. ممكن يجي العيان في مرحله الريتراكشن بوكيت تلاقي الحته دي ريتراكتد. يا ريت، يا بخت العيان لو جالك في مرحله الريتراكشن بوكيت، تقعد تشفط له من جوه البوكيت بالشفاط بتاعك الكيراتين اللي جواه والانفكشن، وتصلح له الاوستيكيان توب اوبستراكشن، ممكن يعدي من غير ما يروح لمرحله الكوليستياتوما اللي بجد. يبقى دي ممكن يجي لي في مرحله الريتراكشن بوكيت. ممكن ابص من خلال ثقب طبله الودن واشوف الكوليستياتوما اتسلف. طب ما انت شايفها اهي، طب ما انت شايفها اهي. هتبان ازاي؟ وايتش ايبيثيليال ماس، وايتش ايبيثيليال ماس، لان فيها كيراتين كيراتينوس، وايتش كيراتينوس، فالكيراتين لونه ابيض. طب دكتور، هبص من خلال الثقب هشوف الميدل اير ميوكوزا. يا ترى ممكن تلاقي الميدل اير ميوكوزا دراي؟ لا يا دكتور، ده انت قلت لي السيف هي اللي ميوكوزا تايب وفيها كونجيشن واديما وممكن تبقى دراي. هنا لا، بالرغم من انها بوني اليمنت اكتر في الانفكشن، الا ان الميوكوزا ما بتبقاش دراي لان الانفكشن مستمر بريزيستنت ديستشارج، بس الميوكوزا الاليمنت اقل، وبالتالي يا اما هتلاقي الميوكوزا كونجستد وايديميتس، يا هتلاقيها اببت وحببت اللي هي الجرانيوليشن دي. ده ريليتد للديوريشن، اريتيشن مستمر، يبقى اببت وحببت زي الفراوله انت بليدز اون تاتش. يا اما متسبب لها فتره كبيره، فالمأببه ومحببه دي راحت خارجه من البرفوريشن، بقت اورال بوليب زي العنبه من الاكسترا كانال. يعني دي ريليتد للديوريشن. معايا؟ طيب يبقى ده كده الميدل اير ميوكوزا، نيفر انك تلاقيها دراي في الكوليستياتوما. الانفستيجيشنز بتاعت الكرونيك سابريت ده نيفر على مستوى كسر 4، خلينا منطقيين يعني.
طبعا انا ماليش دعوه بالكونجنتال كوليستيتوما، الكونجنتال كوليستيتوما دي انا شرحت الكلينيكال بيكشر بتاعتها. اللي نيفر ده اللي انا بقول عليه اللي هو الكوليستيتوما الاكوايرد مش الكونجنتال، الكونجنتال ما فيش فيها انفكشن وفيها انتكت امبيريك ممبرين. الانفستيجيشن بتاع الكوليستيتوما او كرونيك سابرت فوتايتس ميديا الان سيف تايم، مش ده عيان اوتايتس ميديا تمام، يبقى هتعمل له بيورتون ايدومتري الاقي كونداكت فيرنج جروس بيسمع بالبون احسن من الاير، الا اذا كان العيان ده عنده ايروجن للانر اير هيبقى ميكسد وده رير. كالشر ستيفدل الديستشارج طبعا عايز اعرف نوع الاورجانيزم، ممكن تطلب له سي تي. احنا هنا في مصر بنقول ايه؟ سي تي اف كومبليكيشنز وير سسبكتد، احقاقا للحق المفروض اي عيان كوليستياتوما تعمل له سي تي، والسي تي بالصبغه كمان وذ كونتراست، يا اما ام ار اي لو عايز الحق. احنا هنا بنقول ايه؟ لو انت شكيت في كومبليكيشن على اساس ان السي تي مكلف قوي ومش متوفر في كل المستشفيات، فلو انت شكيت في كومبليكيشنز ممكن تطلب سي تي. تشك في كومبليكيشن امتى؟ لو عيان جالك بكرونيك سابرتوتايتس ميديا وريحه وحشه من ودنه وبتاع، وفي نفس الوقت سيفير هيدك وبين، ما يمكن برين ابس زي ده تمام، رينج ساين اهي الصبغه البريفري بتاع الابس شفط الصبغه وعمل رينج ساين معايا. يبقى اذا سي تي اف كومبليكيشنز وير سسبكتد، ما تقوليش سي تي في السيف لان السيف ما فيش فيه كومبليكيشن. التريتمنت بتاع او قبل التريتمنت انا اسف، السيكولي اوف كوليستياتوما، يعني ايه سيكولي؟ يعني البروجنوزس، يعني الكوليستياتوما دي ممكن تقلب لايه تمام. اولا تخيل معايا ان دي كوليستياتوما اهي، على فكره دي كده الميدل اير وده الاتيك اللي هو الجزء العلوي، كوليستياتوما البني دي تمام، على فكره دي الميلياس ودي الانكس وده الاتيك بارت كل ده، فالكوليستياتوما دي عماله اكسباند 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 اكسبانشن بايه؟ بالريبيتد كيراتين فورميشن وانفكشن جواها، فعملت اكسباند. يبقى اول سيكولي اكسبانشن انلارجمنت اوف كوليستياتوما. طب هي بتنلارج على حساب مين؟ بتقرض البون اللي حواليها، يبقى بون ايروجن، بون ايروجن تمام. يا اخي لدرجه بيقول لك ممكن توصل للماستويد وتملى فراغ الماستويد بعد ما كان عظمه ارسل، عملت ايروجن لكل البون. شوف شوف الصوره اللي فوق دي اهي، دي الاتيك وانترال كوليستياتوما، ودخلت على الماستويد ملت كل الماستويد بعد ما كان عظم، عملت ايروجن لكل الماستويد بون من جوه، لدرجه لما انت تيجي تشيل الكوليستياتوما دي تلاقيها عامله فراغ طبيعي ناتشرال كافيتي اهو، ناتشرال كافيتي. ايه ده؟ كان سبحان الله انت عملت له ماستيدكتومي من غير ما تعمل ماستيدكتومي، يعني هي نفسها اللي عملت ناتشرال كافيتي تمام. يبقى ده انها عملت ايروجن للبول، بقى البول مفرغ من جوه وقعدت جواه تمام. ممكن تعمل ايروجن للاوسكل، ايه اكتر حته في الاوسكل تبقى ايرودت؟ بص بقى اضعف جزء اضعف وارفع جزء، بص بقى بص، دي الميلياس دي الانكس ودي الستيبس، ارفع جزء من الحته دي اللونج بروس اوف انكس، ارفع جزء وموجوده فوق جنب كوليستياتوما تمام. فالكوليستياتوما تيجي هنا تعمل لها ايروجن اللي هو اللونج بروس اوف انكس اللي هو بيوصل انكس بالستيبس، دي الستيبس اهي تمام، وبالتالي يحصل لها ايروجن لانها سلندر رفيعه وليس فاسكولار فضعيفه، فالكوليستياتوما تعمل لها ايروجن بسهوله، تجيب مور كونداكتيف هيرنج جروس لان هيبقى فيه جاب ما عادش الانكس واصله بالستيبس تمام. طب يا دكتور انت قلت لي انها عماله تقرض البون اللي حواليها، كوليستياتوما البن دي بتقرض البون اللي حواليها، يعني هي بتكسباند على حساب البون، بون ايروجن تمام. البون ده هيفضل ساكت؟ هو انت لما يكون عندك انفلاميشن في السكين هنا بتاعك على ايدك كده في السكين تمام، بيحصل ايه؟ بيحصل ان كاميون سيستم بتاعك حوالين الالسر او حوالين الانفلاميشن ده هيبتدي يبعت فايبروبلاست يحوط الانفلاميشن يقول اقف لغايه هنا. طب نفس الكلام في البون، على فكره لو في انفكشن في البرين مش بيبعت جلايل تيشو تحوط؟ نفس الكلام، طالما في انفلاميشن في البون هيبعت اوستوبلاست تحوط. اذا
هي بتاكسباند وبتعمل بون ايروجن، والبون يبعت اوستيوبلاست كاميون سيستم اكتر ويعمل ديبوزيشن للاوستيوبلاست هنا علشان يقول للانفلاميشن اقف لحد عندك، انت عمال تكسباند تكسباند تكسباند، فيروح حاصل كوندنسيشن اوف بون وكالسيفيكيشن حوالين منطقه الانفلاميشن دي، اسمها ماستويد سكليروزس. يعني يا اخي حتى انا كنت راسم لك، بص الاصفر ده هي ما بتبانش في كتاب قوي، بص دي ارسلها ارسلها وارسلها وارسلها وارسلها، كل الارسلز دي فراغات هواء، مش هتبقى فراغات هواء، هتبقى مليانه اوستيوبلاست اوستيوبلاست اوستيوبلاست. ليه؟ عايزه تقول الكوليستاتوما البني دي اقف لحد عندك، يعني هي الكوليستاتوما بتكسباند وبتقرض البون اللي حواليها والبون بيكبس عليها، وبقول لها اقف لغايه هنا. ماستويد سكليروزس اللي هو كوندنسيشن اوف بون، عامله زي الفايبروزس بس في السوفت تيشو اسمها فايبروزس، في البون اسمها سكليروزس. طيب والسيكول الاخيره اللي بيتخاف منها كومبليكيشن، ايه المانع ان ممكن يحصل كومبليكيشن؟ تمام. طيب لو جالك عيان اللي هي بتاع المعموله بالصح دي، لو جالك عيان عنده اير ديسشارج، الديسشارج ده بيرزيستنت ما بيقفش واوفنسيف ريحته وحشه مع ديفنس، يعني ديفنس تينيتس ديسشارج غالبا، جيت ابص على البرفوريشن لقيته مارجنال او اتيك او جرانيوليشن او بولب، على فكره جرانيوليشن او بولب نسبتها اعلى في الانسيف. ليه؟ لانها ريليتد للديوريشن، فالميكوزا حببت وقببت او طلعت كبولب، مع ان السيف ميكوزا التايب الا ان ليس لايبل تو بروديوس جرانيوليشن او بولب. تخيل ليه؟ لانه ميكوزا الانفلاميشن بس بتنشف، وبعدين ميكوزا الانفلاميشن وبعدين تنشف انترميتنت ديسشارج، فممكن ما يلحقش يعمل جرانيوليشن او بولب، وان كان ممكن بس النسبه اكتر في الانسيف لانها ريليتد للديوريشن، الاريتيشن بقاله فتره continuous persistent discharge و infection، فالميوكوزا تحبب وتقبب ثم تعمل بولب. يبقى لو جالك عيان عنده deafness tinnitus discharge و discharge offensive ويحبذا لو ليت perforation marginal او اتك، يبقى ده chronic sabrid mutitis media unsafe type. التريتمنت بتاع الكوليستياتوما، علاج الكوليستياتوما طبعا surgical، تمام. لازم تدي العيان انتبيوتك علشان عنده infection، ولكن الكلاسيك تريتمنت سيرجيكال، تمام. يبقى التريتمنت بتاع الكوليستاتوما ايه اللي هيطلع السكين اللي دخل جوه الميدل اير ده؟ لازم جراحه، لازم ايد الجراح تدخل وتشيله معايا. يبقى كلاسيك تريتمنت جراحه. ايه الجراحه الكلاسيكيه للكوليستاتوما؟ اسمها راديكال ماستيديكتومي. يعني ايه كورتيكال ويعني ايه راديكال؟ بص بقى مبدئيا احنا هناخد الاوبريشن دي في اخر حصه. بص بقى ده الميدل اير كليفت، ده كده الماستويد. لو انا فتحت من ورا الودن ونضفت الماستويد كافيتي ده، ماستويد انترامو ارسل، دي اسمه كورتيكال ماستيديكتومي، اللي هو بتشيل الكورتكس، الكورتكس اللي هو الكفر، وتنضف الماستويد وتقفل تاني، دي اسمها كورتيكال ماستيديكتومي. اما اللي متعلم عليه بالاصفر ده، دخلت فتحت من ورا الودن وعملت كورتيكال ماستيديكتومي ونضفت كل الميدل اير، تمام، وخليتهم كلهم فراغ واحد، اسمها راديكال. يبقى اللي بالاصفر دي راديكال واللي بالاحمر دي كورتيكال، يعني الكورتيكال جزء من راديكال. بمعنى ارسمها لي على الرسمه دي، دي الكورتيكال اهي، نضفت الحته دي بس الماستويد بس، ودي الراديكال، نضفت الماستويد والميدل اير وخليتهم، خليت الفراغين مفتوحين على بعض، الميدل اير كافيتي بالماستويد، دي اسمها راديكال ماستيديكتومي معايا. يبقى دي راديكال ودي كورتيكال، نضفت الحته دي بس الماستويد بس، دي كورتيكال، والكلام ده هناخده ان ديتيلز ليتر اون، تمام. مبدئيا الكوليستياتوما لها نوعين من التريتمنت الجراحيه السيرجيكال، بيقول لك ايه؟ كانال وول اب وكانال وول داون. بص بقى كانال وول اب، كلمه كانال وول تعود على البستيريور وول بتاع الاكسترا ايريتوري كانال، على فكره دي كده الميدل اير، ده كده الانتيريور وول قدام، ده كده السفير وول فوق، ده كده الانفيريور وول تحت، ده البستيريور وول، ماشي الكلام؟ فكلمه كانال وول تعود على البستيريور وول اللي هي دي الحته دي معايا. طيب البستيريور وول اللي انت علمتني عليها دي اهي، ده البستيريور وول
مالها بقى؟ لو انا جالي واحد عيان عنده كوليستياتوما، دخلت من الاكسترا كانال من قدام، شلت الجزء بتاع الكوليستياتوما اللي في الميدل اير اللي هو هنا، وعملت بوست اوريكولار انسيجن وعملت له كورتيكال ماستيدكتوم، وشلت الكوليستياتوما الجزء اللي بتاع الكوليستياتوما اللي في الماستويد من ورا من هنا، وسبت البسترول ده زي ما هو اب فاصل الفراغ بتاع الميدل اير كافيتي عن فراغ الماستويد، ده البسترول اللي انا هعلم عليه بالسهم ده، ده البسترول سبته اب زي ما هو العيان نايم كده، فالبسترول اتساب اب، فدي اسمها كانال وول اب او كومبايند ابروتش تمبروبلاستي، اللي هو ايه؟ دخلت من الاكسترا كانال من قدام شلت كوليستاتوما، دخلت من الماستويد من ورا شلت الكوليستاتوما اللي في الماستويد، وسبت العظم اللي ان بتوين اللي هي البسترول اللي هي الحته دي اب، يبقى دي اسمها كانال وول اب. بس ده على فكره انت ممكن تكون ناسي حته كوليستياتوما تحت البسترول، يبقى لازم تحتاج تبص عليه بعد 6 شهور على الاقل بالمنظار اوتو اندوسكوبي، تمام، اللي هو بيسموها السكند لوك. طيب اما الكانال وول داون بقى، انا دخلت من الميدل اير ومن الماستويد في نفس الوقت وبنضف الكوليستياتوما، الكوليستياتوما كانت هنا، دخلت من قدام من الميدل اير ومن الماستويد من ورا وشلت كل الكوليستياتوما بالعظم اللي ان بتوين، كان في هنا بسترول اهو، سبت الحته دي بس اللي ماشي فيها الفيشال نيرف وشلت كل ده. ايه ده؟ يعني انت طيرت البسترول، علشان البسترول ده كان عالي اب، انا طيرته كانال وول داون وخليت الاثنين كافيتيز بتاع الميدل اير وبتاع الماستويد سنجل لارج كافيتي، يبقى دي اسمها كانال وول داون. يعني كانال وول داون هي الراديكال ماستيدكتومي، هي راديكال ماستيدكتومي. نقول تاني بسرعه التريتمنت، والكلام ده هيتكرر ليتر في الاوبريشنز في اخر حصه في الاير، لكن يعني مبدئيا بص بقى، ده كده الميدل اير كليفت اهي ماستويد ميدل اير كافيتي واستيكان تيوب، لو انا نظفت هنا بس دي اسمها كورتيكال ماستيدكتومي، لو نظفت كل ده راديكال ماستيدكتومي، تمام، ده الكلام العادي. طب يا دكتور بص بقى، لو انا دخلت من ورا وشلت الكوليستياتوما اللي هنا بكورتيكال ماستيدكتومي، ودخلت من الاكسترا كانال وشلت الكوليستياتوما اللي هنا، وسبت العظم اللي ان بتوين اب، اسمها كومبايند ابروتش تمبانوبلاستي او كانال وول اب. طيب ايه رايك لو طيرت العظم اللي ان بتوين ده، اسمها كانال وول داون، وخليت الاثنين سنجل لارج كافيتي، فانا كده ضمنت ان مفيش كوليستياتوما تحت البوني وول، تحت البستروميتال وول، كانال وول داون، تمام، اللي هي الراديكال ماستيدكتوم دي كده راديكال اهي، خليت الاثنين سنجل لارج كافيتي، ده كده كورتيكال، او شلت كوليستياتوما من هنا وكوليستياتوما من هنا، يبقى كومبايند ابروتش تيمبانوبلاستي او كانال وول اب، سبت الكانال وول ده اللي هي بيفصل الاثنين عن بعض اب. اهم جدول في المنهج الفرق بين السيف والان سيف كرونيك سابريتوفايتس ميديا. اولا الديسشارج في السيف انترميتنت، وقلت ليه؟ لان ده ميكوزال تايب بتنشف ويحصل سكندري انفكشن. في الان سيف بريزيستنت، لان في فورم بودي جوه الميدل اير اللي هو السكين عمال يرود البون، فلازم يبقى في بريزيستنت انفكشن اند ديسشارج. الديسشارج هنا بروفيوز لان ده ميكوزال تايب بتسكريت ميوكس كتير، هنا سكانتي لان ده سكين سكانتي ما بيفرزش كتير، تمام، هنا اودرليس لان مفيش بون ايروجن، هنا فيري اوفنسيف او فيتد اللي هو فيها بون ايروجن، هنا ميوكوبيرولنت لان ده ميوكوزال، هنا بيورولنت لان ده البون اليمنت اكتر من الميوكوزال اليمنت. البرفوريشن هنا سنترال نوت ريتشنج تو ذا انيولس سراوندد باي ريم اوف ذا درام اول اراوند، هنا يا اما مارجنال اللي هو ده يا اما اتك، وقلت لك الفرق. الميدل اير ميوكوزا في السيف يا اما دراي يا كونجستد يا جرانيوليشن او بوليب، بس نسبه الجرانيوليشن او بوليب قليله. في الانسيف نيفر دراي، جرانيوليشن وبوليب نسبتهم اعلى. الكومبليكيشنز في السيف ليس كومن لانها ما بتعملش ايروجن للبون، تمام، اما هنا مور كومن في الانسيف لانها بتعمل ايروجن للبون. التريتمنت، تمام، بتاع السيف اللي هي السيرجيكال تريتمنت يعني طبعا لها ميديكال،
وسيرجيكال ميديكال تعالج الانفكشن. السيرجيكال تريتمنت بتاع السيف تيمبانوبلاستي وذ اور وذاوت كورتيكال ماستيديكتومي على حسب في انفكشن وديسشارج ولا لا. اما السيرجيكال تريتمنت بتاع الانسيف راديكال ماستيديكتومي او كانال وول داون. ممكن تقول كانال وول داون او كانال وول اب معايا. بسرعه كده ده فيديو هيبين لك اللي يعني ايه كورتيكال ماستيديكتومي، لكن لسه هناخدها ليتر اون. دي اللي باينه قدامك دي الاوريكل بتاع العيان، يعني دي الاوريكل بتاع العيان بتاع الطفل. تمام، دي الاوريكل بتاع الطفل. هفتح من ورا الاوريكل تمام. اهو بص الاوريكولار انسيجن، دي عظمه المصطود اللي باينه بيضه دي اهو، زحت البريوستيوم من عليها، عندي السكشوال بريوستيوم. وده الدرين، هنفضل نعمل دريلنج والحاجه ما بترش لك ميه علشان ما يحصلش هيتنج للبون. بص الارسل بدات تتفتح معايا اهي، فانا بنضف المصطود ارسل، بفتح الانترم وبنضف بقيه المصطود ارسلز. تمام، انا كده وصلت الادس الانترم بتاكد. تمام، بعد كده هنبتدي نشيل بقيه البون علشان نعمل بقيه الكورتيكال ماستيديكتومي. ده هو الكورتيكال ماستيديكتومي، هو ده الكورتيكال ماستيديكتومي. بص بقى دي الاكسترا ايديوتري كانال، اكسترا اكوستيك ميتاس، وده الماستويد، ده كله الماستويد بروسيس. ففتحت هنا الانترم ونضفت بقيه الارسال، يبقى دي كده كورتيكال ماستيديكتومي. سبت البسترول ده اللي انا بعلم عليه سهم ده انتاكت اب، يبقى كانال وول اب تكنيك. تمام، ده الكورتيكال ماستيديكتومي. لو العيان ده عنده كوليستياتوما، تمام، دخلت شلت الكوليستياتوما من هنا اللي في الميدل اير، وشلت الكوليستياتوما من هنا اللي في الماستويد، وسبت البسترول ده اب زي ما هو، يبقى كانال وول اب تكنيك. اما لو انا طيرت البسترول ده وخليت الماستويد كافيتي والميدل اير كافيتي سنجل لارج كافيتي، بقت كانال وول داون او راديكال ماستيديكتومي. تمام، هو دول الاثنين تريتمنت اللي انا قلتهم لك، والاوبريشنز ان جنرال هناخدها بعد كده في اخر حصه ان شاء الله في